بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الفرقة الثانية المعهد الفني الصحي شعبة البصريات، أهلا بكم في المحاضرة الإلكترونية الأخيرة إن شاء الله من مقرر تكنولوجيا البصريات أو تكنولوجيا الأجهزة البصرية. زي ما حضراتكم عارفين ان احنا الاجهزة البصرية اللي احنا استخدمناها خلال المقرر ده كله كان في شابتر 1 و2 و3 عبارة عن الاجهزة اللي بتستخدم لفحص الانتيريور سيجمنت اوف ذا اي اللي هو في شابتر 1. في شابتر 2 كانت الاجهزة اللي بتستخدم للاكستيريور سيجمنت اوف ذا اي، في شابتر 3 كانت الأجهزة اللي بتستخدم في قياس الريفراكشن ايرورز اوف ذا اي. الشابتر بتاع النهارده اللي هو شابتر 4 اللي هو الادفانسد اوبتيكال انسترومنتس اللي هي الأجهزة البصرية المتقدمة. ففي الشابتر ده هناخد تقنيتين او تو ادفانسد اوبتيكال انسترومنتس اللي هي الكورنيل توبوغرافي اند الاوبتيكال كوهيرنس توموغرافي. العمليه كلها في الاجهزه او التو انسترومنت دول بتعتمد على تكنولوجيا استخدام البرامج بتاعت الكمبيوتر في الاناليسز في الايه الاناليسز او في التشيك، يعني بنعتمد على البرمجه او الكمبيوتر اناليسز تو انفستيجيت يعني لاستنتاج او لمعرفه الايه الفحص اللي احنا عندنا. تعالوا نشوف زي ما قلت لحضراتكم اهوت الادفانسد اوبتيكال انسترومنتس تكون من كورنيل توبوغرافي دول و الاوبتيكال كوهيرنس توموغرافي. وفي فرق ما بين التوبوغرافي والتوموغرافي، ويعني ده مش وده فرق برضو يعني تكنولوجي، ولكن انتوا مش هتهتموا بالفرق دوت قوي. التوبوغرافي اللي هو بيعتمد على ايه؟ التوبوغرافي بيعتمد على دراسة السطح. السطح يعني ايه؟ يعني الهيلز والفاليز. يعني ايه الهيلز والفاليز؟ يعني القمم والقاعان، يعني الحاجات اللي هي على السيرفس والحاجات اللي هي الديب اللي هي في العمق، كل ده من على السطح، يعني الحاجات اللي هي سطحيه والحاجات اللي هي الايه المنخفضه عن السطح شويه بنسميها الديب. فده اللي هي تضاريس السطح. تضاريس السطح الايه؟ القرنيه الجميله اللي احنا شايفينها دهيت، اللي احنا ممكن نقول ما فيش فيها اي يعني اي يعني فلات 100%، يعني ما فيش فيها ايرور. لا، احنا عندنا اجهزه بتقيس الكورنيل توموغرافي. اما الاوبتيكال كوهيرنس توموغرافي ده بيعتمد على ان احنا دي 3 دايمنشن ايمج، وبيعتمد على ان الجزء اللي احنا عايزين نفحصه بنشرحه الى سلايزز، الى شرايح صغيره جدا جدا جدا، وبناخد ضوء منعكس او انفورميشنز من الضوء المنعكس من الشرايح دي، وبنبدا نشوف ايه الايرورز اللي موجودة في هذا الايه الجزء من خلال برضه برمجة الكمبيوتر او الكمبيوتر اناليسيس بروجرامز. تمام، تعالوا نشوف اول تقنية اللي هي الكورنيل توبوغرافي. الكورنيل توبوغرافي is the method of corneal curvature examination assisted by computer analysis. يعني هي طريقة لفحص انحناء القرنية بمساعدة الكمبيوتر اناليس.
الكورنيال توبوغرافر راسم القرنية، التوبوغرافر يعني راسم القرنية، consist of a computer linked to a lighted pole. It projects a series of illuminated rings on the corneal surface which are reflected يعني بتنعكس back into instrument back into the instrument. The reflected rings of light are analyzed by the computer and a tomographical map خريطة تضاريسية of the cornea generated ويتم الحصول على خريطة القرنية اللي هي التضاريسية اللي من خلال ايه؟ من خلال الضوء المنعكس من الانسيدنت او من السيريز اوف illuminated rings. يعني ايه؟ يعني بتبقى عبارة عن ضوء ساقط على شكل حلقات، والحلقات ديت لها different radiuses يعني لها انصاف اقطار مختلف، والضوء المنعكس من القرنية بيدخل على الانسترومنت، الانسترومنت دي يعني على برنامج الكمبيوتر اللي هو بيعمل اناليسز وبيرسم اللي هو او قادر على تو جنريت اللي هو الايه خريطة القرنية التضاريسية. الكورنيال توبوغرافي ويز كمبيوترايزد فيديو كراتوسكوبي provides color codes map. لو ما بنستخدم الكورنال توموغرافي مع الكراتوسكوبي مع منظار القرنية بيقدر بيمدنا ب color codes map خريطة بأكواد لونية of the corneal surface لسطح القرنية. The dioptric powers of the deepest and flattest meridians and their axes are calculated and displayed. يعني من خلال الخريطة دهية الديوبتريك باورز اللي هي قوة الانحناء بتاعة خطوط السطحية اللي هي السطحية اللي هي الفلاتست والديبست اللي هي العميقة مع المحاور يمكن حسابها بكل ايه بكل سهولة. A series of data points are generated on a Placidio disk. Series يعني متسلسلة من الداتا أو عديد من الداتا يمكن معرفتها أو تولدها على الديسك اللي هو Placidio disk which has been projected on the cornea. الكراتوسكوب sometimes known as Placidio disk ما هو الكراتوسكوب ده اللي هو المنظار بتاع مين؟ بتاع القرنية اللي هم بيسموه اللي هو البلاسيديو ديسك is an ophthalmic instrument used to assess the shape of the interior surface of the cornea. الانديكيشنز دواعي الاستعمال بتاع الكورنيال توبوغرافي to calculate the meridians astigmatism associated with contact lens wear علشان نقدر نقيس خطوط الاستجماتيزم المرتبطة باللابسي العدسات اللاصقة. الناس اللي بتلبس عدسات لاصقة بيبقى عندها بعض الاستجماتيزم فبنقدر نقيس الاستجماتيزم اما ان يكون هوريزونتال او فيرتيكال يعني رأسي يعني خطوط افقية او خطوط ايه فيرتيكال خطوط ايه رأسية واخدين بالكم. فالمفروض ان الناس اللي بتلبس العدسات اللاصقة بيبقى في عندها بعض الايروز في طول الخطوط الافقية او العرضية بتاعت الايه الاستجماتيزم فالآلة دي بتقدر تحددها كويس جدا. To diagnose the corneal distortion such as early keratoconus and keratoconus suspects يعني برضو لتشخيص الكورنال distortion لاضطرابات القرنية اللي هي زي القرنية المخروطية المبكرة او الاشتباه في القرنية المخروطية. To evaluate pre and post
to preterite. It changes in corneal shape. يعني لتقييم التغيرات في شكل القرنية قبل وبعد العمليات الجراحية اللي هي الافتر ريفراكتيفي ريفراكتيف سيرجري. بعد جراحة الانكسار الكورنيال جرافتنج تطعيم القرنية اند الكاتاراكت اكستراكشن وعتامة العدسة. يعني برضو دي من ضمن الاستخدامات بتاعتها ان احنا بنعمل تقييم للتغيرات اللي بتحصل في شكل القرنية قبل وبعد العمليات الجراحية اللي بتتم في القرنية زي الريفراكتيف سيرجري جراحات الانكسار كورنيال جرافتنج والكاتاراكت اكستراكشن. عارفين ان احنا لما بيكون عندنا الكاتاراكت بيسحبوا العدسة و بيكون في عتامة في العدسة فهم بيسحبوها للخارج وبعد كده يزرعوا عدسة. فهي العملية دي هي بتعمل تقييم للتشينجز دي قبل وبعد العملية اللي هي البري اند البوست اوبريتيف تشينجز. To reveal the corneal scarring اللي هو الانفلاميشن اللي هي الالتهابات بتاعة القرنية بتكشف عن التهابات القرنية. To detect irregularities in the corneal shape وبرضو لمعرفة عدم الانتظام في الكورنيال شيب. السكيلز عندنا تو سكيلز اللي هو الابسوليوت سكيلز المقاييس المطلقة والريلاتيف سكيلز. دي اللي هي الكورنيال ماب اللي احنا اتكلمنا عليها دي اللي هي الكورنيال ماب دي الكورنيال ماب. اوكي الكورنيال ماب دي زي ما حضراتكم شايفين فيها الوان مختلفة كل لون له كود زي ما احنا بنقول باستخدام منظار القرنية مع التوموغرافر بنقدر نطلع مناطق في الكورنيا بأكواد مختلفة. الأكواد أو الألوان دي بتدل عليه بقى بيقول the cool shades of blue and violet represent flatter areas of the cornea. الكول شادز دي اللي هي الألوان الكول اللي هي الباردة يعني اللي هي البلو والفايلوت دي بتدل على المناطق ريبريزنت الفلاتر ارياز اللي هي المناطق السطحية او المسطحة من القرنية. الوارمر شادز اللي هي بقى الهوت ها الالوان الهوت اللي هي الوارم زي الاورانج والريد ريبريزنت الستيبر ارياز اوف ذا كورنيا اللي هي المناطق الاكثر حدة من القرنية اللي هي بيكون فيها ديبينج يعني بيكون منخفضة عن المناطق اللي هي المسطحة. يبقى احنا كده عرفنا من الماب دي التضاريس وكل حاجة بتبقى بأرقام معينة يعني مش مجرد كواليتيتيف كده دراسة لا ده في كمان كوانتيتيف. كوانتيتيف يعني بقيم. تعالوا بقى نشوف مميزات هذه الطريقة اللي هي الادفانتجز بتاعت الطريقة دي. تمام اول حاجة اللي هو painless and rapid يعني غير مؤلمة وسريعة جدا. non-contact examination يعني فحص غير ملامس للتشو اللي بيقسها يعني هو بيفحص القرنية القرنية ما بيلمساش ولا لا لانه بيعتمد في كل شغله على الانفورميشنز اللي جاياله من الريفليكتد لايتس اللي سقطت على الكورنيا. تمام كده وبيكون النتيجه بتاعته او الماب بتاعته اللي هي بتدينا معلومات عن
التوبوغرافي بتاعة سطح القرنين. أيضا من ضمن المميزات its ability to detect a condition invisible to most conventional testing، برضو لها قدرة على معرفة أو رؤية أو detect يعني كشف بعض الحالات التي يمكن رؤيتها اللي هي الغير مرئية بالفحوصات الايه المعروفة. تمام كده؟ طيب ال assisting in corneal topography، طب الـ يعني ايه يعني المساعدة بقى في ان احنا نحصل على corneal topography صحيح 100%. تمام كده؟ لازم يكون شوية حاجات يعني تحضيرية علشان تكون النتائج عندنا نتائج ايه مظبوطة ونتائج اكيرت. منها help the patient sit comfortably، يعني لازم نساعد المريض ان هو يكون قاعد مرتاح جدا. enter the patient details in the computer، كل المعلومات الخاصة بالpatients بنحطها في الشاشة بتاعت الكمبيوتر او ندخلها في البرنامج. describe the purpose and the nature of the procedure in details in the patient's own language، بنوصف الغرض وطبيعة العملية بالتفصيل للبيشنت باللغة بتاعته علشان يكون فاهم ان هو التثبيت بتاعه او الفيكسيشن بتاعه بيعتمد على ضوء ساقط وضوء منعكس وكل النتائج بتاعته. لو كان البوزيشن بتاعه مش مظبوط، لو كان هو بيتحرك بشكل مش مظبوط، لو يعني لازم نفهمه طبيعة الايه طبيعة العملية اللي هي describe the purpose and the nature of the procedure in details in the patient own language باللانجوج بتاعت البيشنت، يعني نكلمه باللغة بتاعته، ما نتكلمش بقى بلغة بالانجليزي او باستخدام مصطلحات ميديكال او لا، لازم يكون المريض مرتاح ولازم يكون فاهم هو بيعمل ايه. adjust the height of the chin rest to keep the chin and forehead against the head band، برضو دي من ضمن التظبيطات اللي هي بتاعة وضع الدعامة للدقن والهيد باند على المريض، العملية برضو في تثبيت المريض. كل الأمور دي مهمة جدا جدا جدا، مهمة جدا جدا جدا، وبتساعد في كورنيال توموغرافي. التاني ask the patient to look at light in the center، برضو بنطلب من المريض اللي هو ينظر الى الضوء في المنتصف. after the topography is over، بعد ما نخلص عملية الفحص ده، take the print out and make sure that it is attached to the case sheet، بنطبع البرنت اوت بتاع اللي هي اللي هو يكون فيه الماب بقى اللي انت شفتوها قبل كده، وبنرفقها بالكيس شيت يعني بالشيت بتاع الايه الحال. اليوزس اوف كورنيال توبوغرافي، الكورنيال توبوغرافي از يوزد ان ذا دايجنوسيس اند مانجمنت اوف فيريوس كورنيال كيرفيتشر اب نورماليتيز اند ديزيزز. الكورنيال توبوغرافي بتستخدم في تشخيص وإدارة various corneal curvature abnormalities، تشوهات اللي بتبقى في القرنية وأمراض القرنية زي إيه. وده يعني ملخص للإيه للأمراض زي الكراتوكونز، كراتوكونولوباس، البيلسيود، مارجنال ديجنريشن، دي اللي هي اللي هي القرنية المخروطية، القرنية المخروطية بأنواعها بقى، إذا كانت قرنية مبكرة أو اشتباه
اللي هي القرنية المخروطية المبكرة أو اشتباه في القرنية المخروطية بأشكالها. الكورنيال سكيرز أور أوباستيز اللي هي ندوب أو تعتيم الإيه؟ القرنية. الكورنيال ديفورمتيز اللي هو برضو تشوهات الإيه؟ القرنية. فيتنج الكونتاكت لينس برضو بنستخدمها في تركيب العدسات اللاصقة. الإيريجولار ستيجماتيزم فلوينج الكورنيال ترانسبلانتنج فور سيوتشر ريموفر، يعني برضو اللي هو في الاستجماتيزم الغير منتظم اللي هو بيتبع عملية زراعة الايه القرنية، ها اللي هو فلوينج الكورنيال ترانسبلانتنج، وايضا فور السيوتشر ريموفر اللي هو لإزالة الخيط بتاع الغرز بتاعة عملية القرنية. بلانينج ريفراكتيف سيرجري بتعمل عملية تخطيط لجراحة الانكسار. بوست اوبريتيف كاتاراكت اكستراكشن بعد عملية جراحة الكاتاراكت with required استجماتيزم. سيوتشر ريلاكسيشن ان استجماتيك كراتومي يعني برضو في حالة استرخاء الخيوط في حالة الجراحات بتاعت الايه الاستجماتيزم. اوكي، في بقى حاجة بتعمل نفس الحاجات بتاعت اللي هي الكورنيال توموجراف ده، هي بيسموها البنت كام كاميرا. البنت كام كاميرا دي كاميرا، دي ماشين تانية. اوكي، this machine can also be used to determine corneal topography using different optical principle for oblique imaging. البنتاكام كاميرا بتعتمد على تصوير الكورنيا باستخدام ضوء مائل. ضوء مائل يعني ايه؟ يعني بتصويرها من زي ما بنعمل بروفيل كده، بنصور بامامي وجانبي يعني بزوايا مختلفة، بزوايا ايه مختلفة، يعتمد على الضوء المنعكس. الكاميرا دي بتعتمد على الضوء المنعكس من الضوء اللي ساقط على سطح القرنية، وبتكون الانفورميشنز للماب بتاعت القرنية اللي دي بيسموها البنت كام كاميرا، ودي اللي هي الكاميرا ودي المعلومات اللي بتطلع على الشاشة اللي هي مكبرة قدام حضراتكم بالشكل ده، ودي الماب اللي بتطلع عندنا من خلال ايه الكاميرا دي. The Bentcam camera can also determine the depth of the interior chamber. ده بتديني كمان حاجة اكتر من الكورنال توبوغرافي، بتديني الديبس اوف ذا انتيريور تشامبر، يعني الانتيريور تشامبر دي الديبس بتاعها او العمق بتاعها او سمكها قد ايه. الكورنيال باور وقوه الايه القرنيه. توبوغرافي اوف ذا لينس وكمان بتصل للينس، بتدينا تضاريس سطح العدسه. اند ذا دينستي ليفل اوف ذا كورنيال اوباستي ومستوى كثافه عتامه الايه القرنيه. الانسترومنت الثانية المهمة او التقنية الثانية اللي هي الاوبتيكال كوهيرنس توموغرافي. الاوبتيكال كوهيرنس توموغرافي زي ما اتكلمت مع حضراتكم في البداية على التوموغرافي، فالتوموغرافي بيعتمد على ان هو بيلتقط عدة صور ل او عدة صور للتشو اللي هو عايز يعرف عنها معلومات، تمام كده، وبياخد الانفورميشن من الريفلكتد لايت دهية، وبعد كده بدون ما يعمل جراحة او يعمل اي تعامل مع التشو بيقدر يعرف ايه اللي جوه التشو دوت، ايه اللي جوه التشو دوت من ديفورميشن او من اب نورماليتيز.
واخدين بالكم؟ ودي كلها باستخدام برمجة بالكمبيوتر وتصوير ثلاثي، بيسموه تصوير ثلاثي الأبعاد ده، لأن هو بيعتمد على تصوير ثنائي الأبعاد، وباستخدام البرمجة يقدر يجيب الايه الدبس، يعني يجيب العمق، وبالتالي بيضيف البعد الثالث وبيعرف كل المعلومات خلال التشو ده. This is a non-invasive non-contact transpapillary imaging technology that can make an image of the retinal structure with a resolution of 10 to 17 microns using the reflection of light from different structures within the eye. يعني هي عملية غير جراحية، نون كونتاكت. يعني ايه عملية غير جراحية؟ نون كونتاكت ترانس بيوبلاري ايميجينج تكنولوجي، يعني تكنولوجيا تصوير عبر البيوبل اللي عبر الحدقة. ذات كان ميك ان ايمج، اللي هو كان اللي هو لها القدرة على عمل صورة للريتينال ستراكشر، على ريتينال ستراكشر يعني ايه؟ تركيب الشبكية، وذا ريزوليوشن من 10 ل 17 مايكرون. ده اللي هو اللي انا بقول لحضراتكم، ده سمك السلايز بتاعته. ها؟ يوزنج ريفليكشنز اوف لايت، باستخدام الضوء المنعكس من different structure within the eye. Procedure بتتم العملية دي ازاي؟ An infrared diode laser 580 نانومتر، ده الويفلينس بتاعه، ليزر دايود بيدينا طول ضوء بالطول الموجي 850 نانومتر. Is focused on the retina using complex lens system، بنظام بالعدسات ونظام معقد شوية، بحيث ان هو بيدخل الضوء من خلال البيوبل ويبقى فوكس على الايه؟ على الريتنا. An infrared camera is used to view the fundus and the beam. كاميرا بتعتمد على الضوء اللي هو الفوق تحت الحمراء اللي هو الانفراريد كاميرا، علشان الطول الموجي ده تقدر ترصده على لرؤيه ايه؟ قاع العين ورؤيه الضوء. Ocular fixation is achieved using computer controlled light that fixates the scanned eye or an externally mounted light on a slit lamp. تثبيت العين بيتم عن طريق التحكم في الكمبيوتر، عن طريق التحكم في الكمبيوتر على المكان اللي هو عايز يفحصه في او الاستراكشر اللي هو عايز يفحصه في العين. Dark colors like the blue and the black، الالوان الدارك اللي هي الالوان الداكنه يعني. Reflect the areas of minimal optical reflectivity and bright colors as red and white represent the areas of highly reflective. يعني الضوء اللي ساقط ده، الضوء اللي ساقط ده بينعكس، فالضوء المنعكس بيديني الوان داكنه زي البلو والبلاك، ودي بتدل على الانعكاسية القليلة، الأماكن اللي لها انعكاسية ايه؟ minimal optical reflectivity اللي هو الحد الأدنى من الانعكاسية البصرية. والبرايت كولرز والألوان المنعكسة اللي لها اللون الأحمر والأبيض وكده بت represent areas of high reflectivity اللي هي لها انعكاسية ايه؟ عالية. دي البروسيدورز اللي بتتم. اليوزس بيستخدم في ايه؟ studying المكلر هولز، المقلة المقلة دي عارفين ان هو structure في الريتنا، مش كده ولا ايه؟ فبيكون في هولز، هولز يعني ثقوب،
فهي بتعمل دراسة للثقوب بتاعة الماكولا. Studying the epiretinal membrane. الإبريتينال ميمبرين اللي هو بيبقى فيه ميمبرين مغطي الايه الشبكية، ها، فبرضو دي بتدرس الإبريتينال ميمبرين. السنترال ريتينوباثي اللي هو بيسموه سي اس ار، اللي هو اعتلال الشبكية المركزي. Diagnosing age-related macular degeneration اللي هي الـ ARMD، الـ ARMD اللي هي تشخيص التنكس البقعي المرتبط بالعمر، بعد عمر معين بعد الـ50 بيحصل في الـ age-related macular degeneration. Determining ال RNL thickness اللي هو الريتينال نيرف فايبر لاير، الريتينال نيرف فايبر لاير thickness، سمك طبقة الألياف العصبية في الايه الشبكة. طبعا دي كلها فحوصات دقيقة جدا جدا جدا، ولا بد أن يكون هناك فيكسيشن، تثبيت للعين اللي هي بيعمل لها عملية الفحص دي بالكمبيوتر، لأن زي ما قلت لحضراتكم إن بتصل للريزوليوشن لغاية 10 مايكرومتر. 10 مايكرومتر يعني قيمة صغيرة جدا جدا جدا. الأدفانتجز المميزات. Objective, quantitative, non-contact with the patient, high resolution. عالية الدقة high resolution. Non-contact with the patient يعني عملية بتتم بدون ما يلامس البيشنت خالص. Quantitative بتدي نتائج كمية. Objectives يعني طريقة موضوعية. الديس ادفانتجز اللي هي العيوب بقى، ان هي ليميتد يوزز، محدوده الاستخدام ان ميديا اوباسيتي لايك الكاتاراكت اوف فيريوس هومور ايج، يعني اللي هي بتبقى محدوده الاستخدام في عمليات اعتام العدسه اللي هو عمليات الكاتاراكت وعمليه النزف الايه الجرح. Preparation of the patient اللي هو تحضير المريض مهم جدا جدا جدا. Explain the procedure to the patient in their own language. لازم نوضح او نشرح للمريض البروسيدور اللي هتتم، ان في ضوء ليزر هيسقط، والضوء الليزر دوت لو انت اتحركت او حركت عينك من مكان لمكان ممكن يصيب تشو تانية غير التشو اللي احنا عايزين نفحصها، وكل الكلام ده in their own language، يعني لازم يكون هو فاهم كويس جدا جدا جدا. Explain the advantage، نقول المميزات الطريقة دي، ان هي بتدي resolution عالي جدا، هاي ريزوليوشن، نون كونتاكت، يعني نوضح للمريض الادفانتجز علشان نقول له ان الطريقه دي سهله جدا وبسيطه جدا وعاليه الدقه وبتغني عن فحوصات مؤلمه جدا وخطيره في عمليه العمل بتاعها. يعني اكسبلين ذا بيشنت امبورتانس اوف ستيدي فيكسيشن، لازم نوضح للمريض الاهميه التثبيت. If there is no steady fixation it will take a long time to complete the test. ونقول له ان هو لو ما كانش في steady fixation يعني تثبيت steady يعني مباشر او ثابت، العمليه هتاخد وقت طويل لانها هيحصل لها عمليه تكرار وهكذا. Seat the patient، احنا اللي بنقعد المريض في المكان المحدد. Adjust the stool, table, chin rest for optimal patient comfort، يعني بنظبط
القعدة والترابيزة والتشين ريست والهيد باند وكل شيء بالنسبة للمريض بحيث ان هو يكون كومفورت يعني مرتاح. Keep the chin over the chin wrist and forehead against the head band gently. كل الكلام ده يتم بلوت. Tell them to steadily fixate on target light. ونقول له لازم تكون مثبت نفسك على الضوء اللي هو التارجت لايت. Gently separate the eyelids when the probe beam is focused. وبلطف نقدر نفصل او نفتح الجفون لما الضوء بتاع الليزر بيم يبقى فوكس على الايه على الريتين. ده كل البريبريشن اللي ممكن نعملها مع المريض اللي احنا هنعمل له كوهيرنس توموجراف. وبكده احنا خلصنا شابتر 4 وخلصنا المنهج، وان شاء الله يكون المحاضرات سهله بسيطه. واي سؤال احنا على الجروب انا تحت امركم فيه، وانا حاولت ان انا اعمل لكم السلايدز دي او السلايدز دي بترجمه العربي عشان تبقى سهله، وبرضو اهو بالصوت علشان يبقى سهله، وان شاء الله الامور تكون سهله بالنسبه لكم وربنا يوفقكم جميعا. وانا تحت امركم في اي سؤال بعد كده نقدر نجاوب عليه من خلال الجروب بتاعكم. شكرا جزيلا. Thank you.